السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ معكم محمد أبو العنيد، رجعنا لكم مقطع سنو رانر. اليوم بنكتشف فيه جميع التطويرات الموجودة في ولاية يوكون. طبعا فيها خريطتين، خريطة فلودد فوت هيلز عندك بيك سالمون بيك. طبعا كل خريطة فيها ثلاث تطويرات، ثلاث تطويرات في الخريطة وثلاث تطويرات في الخريطة، بنكتشف فيها من التطويرات الست في الفيديو إن شاء الله. في البداية بنكتشف التطويرات الموجودة في خريطة فلودد فوت هيلز، ثلاث تطويرات في الخريطة. طبعا هذه خريطة فلودد فول هيلز، مثل ما هو واضح ان بعد ما اكتشفنا التورات الموجودة طلعت ان تطويرتين، هاي التطوير الاولى وهاي التطوير الثاني. طبعا في تطوير ثالثة بنكتشفها ان شاء الله بعد التطويرتين هذين. في البداية بنروح للتطوير الموجود في المنطقة هذه ونشوف شو التطوير الموجودة. طبعا طلعنا الجامبين اللي يرفع هيكل السيارة ونشوف لي اي تراكات موجودة. كلوب 74941 لها التراك هذا، هاي مكان التطوير الثانية. شوف المكان هذا نشوف التطويرة، محرك الاي زد للتي يو زد 16 والكي ار اس. الحين بننتقل للتطوير الثالثة واللي هي مخفية في الخريطة. طبعا التطوير الثالثة والأخيرة هذا هو الجراج. بالنسبة للجراج بنعطيكم مكان التطوير بالضبط، هذا مكان التطوير، حصل التطوير في المنطقة هذه، لأن لما اكتشفنا التورات هالمنطقة ما ظهرت لنا في الخريطة فالتطوير موجود هنا. بننتقل لمكان التطوير الحين ونشوف تطويره. هذه التطوير الثالثة والأخيرة في الخريطة، طبعا تطويرة مخفية على الخريطة. هذا مكانها ما حددناه قبل شوي. بالنسبة للجراج هذا الجراج، هذا مكان التطويرة، بنشوف التطويرة الحين اللي يرفع هيك السيارة جنبين. بنشوف لي السيارات للـ ANK MK38، هاي التطويرات الثلاث في الخريطة. الحين نشوف التطويرات الثلاث في الخريطة الثانية. هذه الخريطة الثانية، الخريطة بيك سالمون بيك. طبعا التطويرات الثلاث واضحات على الخريطة، هاي التطوير الأولى وهذه التطوير الثانية وهاي التطوير الثالثة. بعد ما نكتشف التورات راح يطلعون لكم التطويرات على الخريطة. ننتقل للتطوير القريبة، ننتقل للتطوير الأولى هنا في الخريطة هي. في الموقع هذا، هذه التطويرة وهذا مكانها. طبعا لازم تصعد لفوق، هاي التطوير الاولى. شوف شو التطويرة اللي يرفع هيكل السيارة. بنشوف لاي السيارات للكلوب 74760. شوف التطوير الثانية الحين، هذا مكان التطوير الثانية في المنطقة هذه. شوف التطويرة، هذا مكانها، هاي التطويرة في المنطقة هذه. شوف التطويرة جير بوكس، بنشوف لي سيارات للكلوب 74941. شوف التطوير الثالثة والأخيرة في الخريطة، هذا مكانها، هذا مكان التطويرة، هذا مكان التطوير الثالثة والأخيرة. نشوف التطويرة اللي يرفع هيك السيارة الجانبين. شوف لي سيارة للـ ANK MK38. طبعا هذه التطويرات الست للخرائط، الخرائط الاثنين الموجودات في اليوكن، اليوكن نورث امريكا. ثلاث خرائط، ثلاث تطويرات في الخريطة هذه وثلاث تطويرات في الخريطة. أنا نهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو عجبكم، لا تنسونا من الاشتراك في القناة، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من زر اللايك ونشر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.